أنشطة الجالية. هو الحقيقة حدث يصير في كل دول العالم والمرة هذه في تونس. محليا باش نحكيو عن البطولة التونسية للحلويات والمخبوزات. الحكاية وما فيها يقدم هنا السيد رياض الشامخي رئيس الجمعية ومدير البطولة. مرحبا سي رياض. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الأم للإذاعة الوطنية التونسية. منورتنا سيدي، مرحبا بك. الله يخليك. باش نحكيو على جمعية الطباخ المدرسي. أول حاجة قدم هنا شنو حكايتها؟ هو أنا نقدم نفسي ماستر شيف رياض الشامخي رئيس جمعية الطباخ المدرسي. احنا إن شاء الله يعني مش نكون منظمين البطولة التونسية للحلويات المخبوزات اللي مش يكون على امتداد يومي 30-31 مايو الجاري. بمدينة الحمامات الجنوبية. هذه التظاهرة هي عبارة على تصفيات إن شاء الله مش تكون يعني في ميدان الحلويات والمخبوزات والمعجنات بصفة عامة. وهي معناتها باختصار هي عبارة على التحضيرات يعني للبطولة الكبيرة اللي هو المهرجان اللي مش يصير في شهر 12 اللي هو مهرجان ملوك الطاهي الدولي في نسخته الرابعة. خليني نحكي ساعة على الجمعية ساعة. كنت تسمح الطبيخ المدرسي هل تشرف عليه وزارة التربية التونسية؟ تحت أشرف شكون؟ أي هيكل من الهيكل الرسمية ربما؟ هل هي جمعية؟ أعطيني فكرة عليها. شوف، جمعية الطبيخ المدرسي بوزارة التربية هي جمعية ثقافية طهوية. يعني المؤسسين نتاع الجمعية دي هم يعني يشتغلوا صلب وزارة التربية. اللي هو يعني اللي أسسنا الجمعية دي هو الشيف حسين الغزي والشيف رياض الشامخي وعديد الشيفات اللي موجودين يعني منضوي تحت لواء وزارة التربية. ولكن الجمعية مفتوحة على العموم، يعني كل الشيفات الموجودين على التراب التونسي يقدروا يكونوا مخرطين معنا ونمشي معنا في صلب الجمعية. به ممتاز. كيفاش يتواصلوا معكم؟ أول حاجة هو يتواصل معايا أنا ولا يتواصل ولا يجور مقر الجمعية اللي هو في معهد برجيب النموذجي. يعني 5 ناس سيد الدولة معهد برجيب النموذجي، هذا هو يعني المقر بتاع الجمعية بتاعنا. ولا يتواصل معنا على صفحة الجمعية اللي هي جمعية طبخ مدرسي وزارة التربية، عنا صفحة على الفيسبوك ينجم يتواصل معنا وفيها كل المعطيات وكل المعلومات. نرجع للبطولة التونسية للحلويات والمخبوزات، شكون بشي يشارك فيها؟ شكون الشيف اللي بشي ربما بشي يكونوا مشاركين في لجنة التحكيم؟ والفئة العمرية؟ أعطيني بعض التفاصيل. شوف، هي البطولة مفتوحة للعموم، احنا خليناها مفتوحة سواء للبروفيسيونال يعني ولا الليزاماتور ولا معنات الناس الهواة ولا المحترفين ولا ربات البيوت وكل ما يستأنس في نفسه انه يقدم او يقدر انه يشارك في التظاهر هذه وفي البطولة هذه، مرحبا به، يتفضل يشارك معنا حتى مشكلة. معناه في نهار وينجم يجي يلتحق ويشارك؟ ينجم يلتحق ويشارك، وديجا احنا باب التسجيل مازال مفتوح. احنا طبعا اكثر من 35 مشارك الحاليين اللي مسجلين معنا. ايضا فما معلومه اخرى اني فما عن جمعيات اخرى خارج البلاد التونسيه معها كونفنسيون اللي هي اتفاقيات، فما جمعيه من الجزائر اذا ترغب ان تكون موجوده بالفريق نتاعها، فما جمعيه من المغرب ايضا كيف باش تكون موجوده معنا، فما جمعيه من سوريا ايضا بعطونا على اساس انه يحبوا يكونوا موجودين معاهم ويحبوا معناتها تكون المسابقه دي مزيج بين الثقافات الطهويه العربيه بصفه عامه. معناها من كل الدول اللي نجموا يشاركوا. الفئات العمرية ماهيش محددة معناها ولا محدودة، أي إنسان يرى في روحه ينجم يقدم الإضافة في المسابقة هذه ينجم يشارك، دونك ينجم يسجل، هذا هو المطلوب مبدئيا. معناها اللي يسمعوا فينا توا شيف ينجموا يحبوا يشاركوا، ما عليهم إلا يسجلوا. شوف، هو اللي يحب يشارك ويسجل في التظاهر هذه والمسابقة هذه يتواصل معي أنا الشيف رياض الشامخي على رقم الهاتف 28 743 510. باه ينجم يتواصل معنا ونسجلوهم ويكونوا موجودين معنا. الايفينمون ان شاء الله مش يكون في الحمامات يعني على امتداد يومي 30-31 ماي. بالنسبه للتحكيم ضم يعني وجوه يعني معروفه تونسيه، وفما ايضا لجنه تحكيم تكون ايضا فيها فئات مش يكونوا موجودين من الجزائر، فما من المغرب، فما من سوريا ايضا. عندنا ما نحكيش على اساس انه نحب نخليها مفاجاه. انا اعطيني عاد مثال شيء. فما واجه معروف يعني وشاف كبير مش يكون موجود معنا. اجنبي ولا تونسي؟
لا تونسي وشرف تونس في عديد المحافل الدولية وعنده اسم كبير. إن شاء الله مش يكون هو موجود معنا ويترأس يعني لجنة التحكيم الخاصة بالمخبوزات. مرحبا به وإن شاء الله بالتوفيق لكم أنتم. كل الشكر لك سي رياض الشمخي رئيس الجمعية الجمعية الطبخ المدرسي ومدير البطولة التونسية للحلويات والمخبوزات.